أودع لكم مشاهدين الكرام التاجر الصغير فعالية خاصة أقيمت في نسختها السادسة في مجمع بوليفارد، وتهدف في الأساس إلى تشجيع الأطفال ودعم مواهبهم وتنمية الحس التجاري بداخلهم، خاصة أن التجارة هي من المهن القديمة ومن مهن أهل الكويت في السابق وفي عصرنا الحالي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع دعوني أرحب بضيوفي من داخل الاستديو، بداية مع مؤسس شركة سفيرة المسؤولية الاجتماعية الأستاذة مها البغري، حياك الله أستاذة مها، وأيضا حياك الله الأستاذ فهد الباقر مستشار إدارة أعمال، حياك الله أستاذ فهد، شرفتونا وساعة المباركة. بداية خلينا نسأل عن فكرة التاجر الصغير، من أي منطلق جاءت؟ هي الفكرة طبعا بداية كان فكرة أخوي فهد الباقر، وبعدين احنا دخلنا معه كشراكة بالتنظيم. وبداية أنا أول ما تعرفت على أخوي فهد الباقر لقينا أن احنا عندنا شغف مشترك أنا وياه، اللي هو شغف ريادة الأعمال، وشغف أن احنا نبي نعزز مهارة وثقافة ريادة الأعمال عند الشباب والأطفال. فكنت يعني وايد سعيدة لما انطرح علي فكرة التاجر الصغير، ونظمناها مع بعض، وما شاء الله هذه النسخة السادسة، وقاعد نشوف تفاعل الأطفال والأهالي والشركات الراعية والداعمين، فاللي شجعنا إن شاء الله راح نستمر أكثر وأكثر إن شاء الله. لكن إحنا لو نسألك أستاذ فهد، يعني من وين جت لك الفكرة من الأساس؟ صاحب شلون إيه تبلورت عندك الفكرة بحيث إنه يكون في شيء اسمه تاجر صغير؟ أي هي للأمانة بدت في البداية في نسختها الأولى مع اثنين من الشباب، كنا نشوف هبة المعارض في سنة 2008، والكل كان يعني مهتم ومقبل على فكرة إقامة المعارض في ذاك الوقت. فإحنا كنا في اختصاص تجاري أو يعني تخصصنا في المجال التجاري، وكنا نقدم استشارات في بداية تأسيس شركة الاستشارات عندنا. ففكرنا أن شلون نسوي ربط صحي ومجتمعي هادف ما بين الفكر التجاري وإقامة المعارض الدارجة في ذاك الوقت. فلقينا أن إحنا لو نأهل الطفل في المهارات التجارية راح تكون فكرة مميزة، وسويناها بدون يعني نظرة استراتيجية أو بعيدة مثل ما يقولون، كانت فقط يعني مبادرة بسيطة لحظية. لقينا صداها مميز جدا، يعني حتى في النسخة الأولى كانت معانا الله يحفظها إن شاء الله ماما أنيسة كضيفة للبرنامج، فعطت جو حلو ما شاء الله هي بعد بطريقتها وحضورها واختصاصها مع الطفل. فلما لقينا النتائج مميزة كررنا التجربة أيضا في 2010. بعدها حبيت أكبر الموضوع، وشفت أن في جدية في ردود الأفعال من الأطفال ومن الأهالي أيضا، فلقينا خير شريك أن احنا نشارك أختي مها البغلي، كونها يعني مهنية من الدرجة الأولى ما شاء الله عليها، وأسست شركة هاتفة مجتمعيا أيضا، هي شركة سفيرة المسؤولية الاجتماعية، هدفها فقط الاهتمام بالجانب المجتمعي ودعم القضايا الهادفة والقيم الهادفة في المجتمع. فراح يكون تجانس صحي جدا لهذه الفكرة، أنها توعي الأطفال والأهالي بالجوانب التجارية، وأيضا تعزز هذه التجربة بقيم مجتمعية هادفة. الآن سفيرة المسؤولية الاجتماعية يمكن تبنت من منطلق المسؤولية الاجتماعية عدد من فعاليات المعارض، لكن شو اللي ميز أول ما شفته فكرة التاجر الصغير؟ متى كانت؟ هل في ست سنواتها كاملة ولا في وقتها الأخير؟ متى بلشت هذه الشراكة الاستراتيجية؟ احنا بلشنا الشراكة بال 2015، يعني كانت تعتبر خلينا نقول النسخة الثالثة من التاجر الصغير، كانت النسخة اللي أنا شاركت أخوي فهد فيها. يعني مثل ما تفضل أخوي فهد، يعني احنا كنا نبي نساهم في توعية المجتمع، في خدمة المجتمع، وبالذات شريحة الأطفال. يعني هذه الشريحة لقينا أن قليل من البرامج في السوق الكويتي منسية تستهدف منسية هذه الشريحة. وبعدين مثل ما يقولون التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، فإحنا شفنا أن في نقص في مناهجنا التعليمية من ناحية التجارية. يعني الطالب يتخرج من الثانوية يدخل جامعة ما عنده أي خبرة تجارية استثمارية، شنو يعني فلوس، شنو يعني تجارة، شلون أسوي، شنو ماركتينج. فشفت في هذا البرنامج ان احنا قاعد نغرس هذه القيم، قيم ريادة الأعمال، التسويق، حتى كنا نجيب مدربين في توست ماستر، شلون الطفل يوقف ويتكلم عن نفسه، عن المنتج ماله، يتعامل مع العميل، الأخلاق التجارية. فشفت ان هذه القيم وايد مهمة ان احنا نغرسها في أطفالنا، وشفنا ان هذا البرنامج هو البرنامج الأمثل لهذه هذا الهدف. يمكن قبل لا نبلش لقاءنا استاذ فهد ذكرت حماس بعض الاهل من مشاركه ابنائهم عشان ينمون حس التجاري، فودي اعرف تفاعل الجمهور في يوم الفعاليه، الاطفال ردت فعلهم، اولياء الامور.
اي احنا كنا مستانسين وايد من ردود الافعال، يعني حتى احنا ترى نرجع اطفال في هالفعاليه انا واختي مها ونستمتع مع الاهالي والاطفال. يعني ما شاء الله حتى الاطفال اللي نلقى في اليوم الاول مستنكرين الوضع شوي، وضع جديد عليهم، ويقولون مثلا يمكن ماني باكر او شيء، فمجرد كلمتين منا ومع من المختصين ونقول لهم جربوا اليوم الاول، شوفوا الوضع، جرب تبيع، قول لهم كذي، حاولوا تكلموا مع العميل بهالطريقه، يتحمس شويه مثل ما يقولون تبس او نصائح او ارشادات. سبحان الله يوم بعد اليوم الاول يقولون يلا متى باكر الساعه كم مني، واذا خلص اليوم الثالث يقولون خلص متني بعدين، في بعد متى النسخه الجايه. اي فالحمد لله حتى احنا لما نشوف يعني اضعف الاطفال مثل ما يقولون او اقلهم اهتماما في الفعاليه، بعد مرور يوم او يومين يكونون من اشد المهتمين بالفعاليه. فاحنا نحرص ان تكون الفعاليه مصممه بطريقه تتناسب مع عقليه الطفل وذهن الطفل. ما نتكلم بالمصطلحات المنمقة التجارية والمهنية عشان لا تكون بعيدة عن الواقع، واقع الشريحة المستهدفة. أيضا اللي يبيعونه في 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 هامش خسارة ممكن؟ والله معظمهم قاعد يربحون، قاعد يفاجئونا. بالنهاية أنت قاعد تستخدمون عنصر جذاب، يعني الطفل كافي وجهه البريء، أتوقع هذا بالضبط. الأهالي قاعد يتفاعلون معهم، الجمهور الخارجي لما يجون يشوفون طفل يعطونه المبلغ اللي يبيه ومرات ربع ونص زيادة، فيستانسون الأطفال لما يكونوا يشوفون ردة الفعل هذه. ومثل ما كنا نسولف يمكن قبل اللقاء، يعني احنا نحاول نخلي الطفل يستشعر مسؤولية هذه المهنة أكثر مما هو فقط يمارسها. يعني احنا حريصين على أنه يستمتع بالفعالية طبعا من الدرجة الأولى، أو أهدافنا الأولى أنه يستمتع بالفعالية، ولكن أيضا لازم يستشعر شنو معناه التاجر، يستشعر المسؤولية، يستشعر هذا الحس. فنبدأ معاهم في هذه الجزئية في الاسم يمكن اللي لفت انتباهك. احنا الأطفال يعني أنا أحرص في اليوم الأول أمر عليهم أقول له شو اسمك، يقول لي مثلا محمد عبد الله كذا كذا، اقول له اسمك غلط. يستنكر الطفل، يعني هو عارف اسمه، يقول شلون اسمي غلط؟ اقول له مو اسمك كذي، اسمك التاجر محمد عبد الله كذا كذا. الحين تبغى يقول يتحمس. فحتى في اللقاءات نعودهم انهم يستخدمون الكلمه عشان يحسون بالمسؤوليه تجاهها، وهذا الشيء فعلا يربكهم لحظتها، بس قاعد يكونون سعداء ويستخدمونها عقب. يعني مرات حتى يفاجئونا اللي مشتركين معنا مثلا بالنسخه الثالثه، يجددون الاشتراك في الرابعه، يقولون عرفني انا التاجر او التاجره فلان. لقينا لا، يعني وصلت الفكره. الجميل بموضوع انه حتى خله يجرب يخسر، ما فيها مشكله. خله يربح، خله يخسر، خله يذوق شغلتين في ذاته. هذا اللي نقوله حق الاهالي، نقول لهم لا تركزون على المبيعات، ركزوا على ان الطفل يحب الفكره، يحب التجربه، ويتعلم منها ايا كانت شنو النتائج. استاذ مها، المبيعات اللي كانت هناك لمين شاهد الان ما يمكن انه ما حضر المعرض او الفعاليه، شو اللي كان ينباع؟ في شيء يرتقي جمهور الموجودين بالمجمع او غيره، او اللي زار هذه الفعاليه شنو كانت رده فعله؟ مستانس انه اطفال ولا كفكره عاجبته وممكن تطبيقها اكثر بشكل اوسع؟ شلون كانت رده الفعل؟ والله كانت هنا وايد يعني ناس يكون جايين زياره للمول فيشوفون معرض ويتفاجئون ان اللي قاعد يبيعون اطفال. فدائما تينا يعني ملاحظات ان انت شلون معرض زين، شلون نقدر نسجل عيالنا، ويسالون. فاحنا نقول لهم هو مو بس معرض، هو برنامج تدريبي ومعرض. حلو. يعني عندنا مدربين، عندنا موجهين، في لجنه تحكيم، فيعني التجار الصغار يطلعون من هذا البرنامج متعلمين قيم ومكتسبين ثقه. فدائما الناس يعني تسال وتتفاجئ طبعا، ويسالوننا بكم اجار الطاوله، نقول لهم مجانا، فهم يتفاجئون. اي العاده المعرض سعر فلان، هذا برعايه جهات من القطاع الخاص كجزء من مسؤوليتهم الاجتماعيه تجاه وبين المجتمع. وبين فتره التسجيل استاذة مها ولما يوم الفعاليه، يعني تاخذون وقت تدريب مع الطفل ايش كثر يعني ياخذ؟ لا هو التدريب خلال الفعاليه اللي هي ثلاث ايام، ثلاث ايام كل يوم الجزء الاول تدريب، الجزء الثاني المعرض. المعرض والتوجيه، في موجه أثناء المعرض يدورون على الأطفال طاولة طاولة، يعطونهم بعض النصائح، بعض التوجيهات، وفي لجنة التحكيم اللي هي تحكم أداء الطفل، إش كثر استفاد، إش كثر تعلم، وإش كثر قاعد يطبق المهارات اللي تعلمها. الآن على المدى البعيد أيضاً بعد ما يخلص هذه الفعالية، الدور على الأهالي، لكن بعض الأهالي يحتاجون نوع من التثقيف، فكرتوا فيها شيء؟ نعم، احنا حتى من خلال الموجهين مثل ما تفضلت استاذه مها، عندنا موجهين او كوتشز مثل ما يسمونهم، يمرون على كل بوث او كل طاوله يعطون توجيهات للطفل، وبعضهم نحرصهم ان وجه ايضا نصيحه لولي الامر في نفس المعلومه اللي قاعد تعطيها الطفل، ان شلون ولي الامر يستمر في تطبيقها في البيت، او شنو اهميتها
وأهمية التعامل معها كولي أمر فيما يتعلق في نقلها للطفل بشكل صحيح. على سبيل المثال لما نشوف احنا طفل يعني عنده شوية تحفظ في التعامل مع الجمهور الخارجي، نقول لها مثلا والله كولية أمر ان حرصي انه مثلا يكون يشارك في فعاليات مجتمعية هادفة مثل هذه الفعاليات، انه يستمر يقدم نفسه حتى لو معاكم في البيت أساس ياخذ لسانه على اللباقة على التقديم غيره من الأمور. وحتى يعني يانا طفل في اليوم الأول كان هذا من الأطفال اللي يعني شوي لقوا فيه صعوبة في البيع، فقال لي أنا كأنه يعني أحس أن صعب أبيع يصير ما أي باكر. قلت له أنت تشجع أي نادي؟ منحرج. أي فقال لي أنا أشجع نادي مانشستر يونايتد. حلو. قلت له مانشستر يونايتد إذا اللاعبين قولوا عليهم في الشوط الأول يطلعون من الملعب ولا يظلون لثاني يوم؟ قال لي لا، عفوا لثاني شوط. قال لي لا يظلون يحاولون يفوزون. قلت له بس أنت الحين مانشستر يونايتد ما يصير تطلع، لازم تستمر وتغلب التحدي. ففعلا هذه لغة الأطفال. ثاني يوم قال لي أنا اليوم جاي جاهز عشان أجيب التعادل. وفعلا جاب التعادل، واجه بطريقة مميزة جدا. وثاني يوم أنا صورت معه وقال لي شوف أستاذ فهد الحين 2-1 أنا فائز. أي فحتى والدته كانت سعيدة جدا، تقول أنا طفلي هذا خجول وما يحب يتفاعل وايد ويمل بسرعة ويقوم. قلت لها أحيانا يكون هذا الطفل قيادي. فهذه من النصائح اللي احنا نوجهها بحكم اختصاصنا واختصاص الموجهين اللي معانا، ان ترى مرات الشخصيه القياديه شخصيه عمليه. صح. ملوله ما تحب الروتين الممل والطويل. فاحنا ايضا لازم ندعم هذا السلوك وايضا نفهمه ان الاستمراريه هذه مفيده له، وانه هو يمكن يكون مميز لكن هو مو عارف يمكن مهاراته، يعني بالضبط. يمكن هو حاد من عطاء او من ابداعه. لكن السؤال استاذه مها، الحين الفعاليه يمكن لكل اولياء الامور اللي يتابعون هذا اللقاء كلش كثر يتم تسوونها، هل تشترطون عدد معين من الاطفال يشاركون في كل فعاليه؟ احنا نرتب هذه الفعاليه مرتين بالسنه. المرة القادمة إن شاء الله اتفقنا أنا وأخوي فهد على أول أسبوع من ديسمبر. عادة إحنا نحتوي من 40 إلى 50 طفل في كل مرة، بس ما شاء الله الفعالية الأخيرة من كثر ما يانا إقبال وما كان يهون علينا الرد أحد، ما شاء الله وصل عدد تسجيله 70 طفل. ما شاء الله. فبالعكس إحنا نحيي الكل ونشجع الكل إنه يشارك، وأنا حيي طبعا أولياء الأمور اللي يعني وثقوا فينا وكان عندهم الوعي الكافي ان ضروره يعني مشاركه اطفالهم في هذا النوع من البرامج. وطبعا احيي الجهات الداعمه لنا في كل مره، خصوصا اخر مره مؤسسه الكويت للتقدم العلمي، بنك الكويت الدولي، بنك بوبيان، مطابخ الفارسي، كانوا يعني داعمين لنا ويعني نشكرهم ان هذا جزء من مساهمتهم في المجتمع. التوسع القادم النسخه السابعه في التاجر الصغير الان، من باب الفضول شنو الجديد راح يكون؟ هل هناك توسع اكثر؟ ممكن ان اقول والله هي الاطفال اللي راح يشاركون ويبيعون بشريطه ان اللي راح يبيعه يكون هو مسويه واحد من افراد عائلته. اي كنوع من يعني دعمهم لممارسه بعض الهوايات وبيعها. شنو التوسع القادم؟ اي نعم، احنا عندنا في النسخه القادمه باذن الله اللي هي راح تكون النسخه السابعه في بعض الاضافات اللي احنا راح نضيفها كقيم ومبادئ على الفعاليه نفسها. احنا في كل نسخه نحرص انها تكون في اضافه جديده، يعني في النسخه مثلا الرابعه اضفنا مسابقه بزنس كيد جت تالنت اللي هي المواهب. انه شلون يعني مو بس انه يبيع ويتاجر ويتحكى، يظهر مهاراته الخاصه اذا هو رسام، عنده حركات رياضيه، عنده مهارات خاصه. فاحنا نحرص في كل فعاليه تصير في اضافه ولو بسيطه على جانب حس مهاري، اكاديمي، غيره من الامور. بس احنا باذن الله الحين في صدد تخطيط نقله نوعيه كبيره لهذه الفعاليه، بس اذا يعني نقول يا رب. اذا حصلنا الدعم اللازم لان احنا ننتقل الى هذا المستوى الجديد وهذا التوسع الكبير ان شاء الله. شلون عفوا؟ شو اللي ينقصكم؟ الدعم المالي للامانه. من باب المسؤوليه الاجتماعيه وليس الهدف الربحي. هذه الفعاليه احنا ودنا تاخذ صدى اكبر وتوصل لمرحله يعني يكون نطاقها على مستوى الدوله وتستهدف كل الناس في المجتمع. ما تكون على نطاق المسجلين او المشاركين اللي يوصلهم الاعلان بطريقتنا المتواضعه. احنا ودنا يكون دعم اعلامي، انتشار على مستوى الدوله، دعم من جهات الدوله بحيث ان هي تاخذ نطاق كبير ويستفيد اكبر قدر ممكن من الاطفال من هذه الفعاليه. واحنا كجهود منظمه او يعني تعطي هذه التعليمات والتوجيهات اثناء الحدث، هذه مهمتنا مثل ما يقولون، واحنا ان شاء الله قدها. بس كانتشار وتوسع يعني احنا نحتاج الدعم للأمانة ان شاء الله. ضاري قبل لا نختم هذا اللقاء الجميل، اكيد الناس تبي تعرف وين تسجل وهل في شروط لتسجيل ولدهم، مثلا بعض الشروط مثل استاذة مها؟ هو الشروط طبعا العمر يكون من 6 إلى 14. التسجيل ممكن عن طريق عندنا مواقع السوشيال ميديا، ممكن يتابعون متى راح يكون المره الجايه في
اعتقد عندكم انتم الات بزنس كيد كي دبليو، اخوي فهد الباقر، موقع سفيره المسؤوليه الاجتماعيه، راح نحط الاعلان ونحط ارقام التليفونات للتواصل والتسجيل. انا بالنسبه لي كان البحث عنكم مجرد حرفين او كلمتين التاجر الصغير في تويتر، ولقيت ردود الفعل والمدح، كميه المدح كبيره جدا حول مثل هذه الفعاليه وهذه المسؤوليه الاجتماعيه اللي انتم قدمتوها للمجتمع ومشكورين عليها امانه. احنا بدورنا في برنامج ان 65 توداي نشد على ايدكم الدعم الاعلامي، احنا وياكم باللي تامرون في مثل هذه الافكار تساهم تعد جيل قادم يفهم لغه اقتصاديه جديده من سن مبكر. عساكم على القوه، موفقين خير ان شاء الله. كل الشكر للاستاذ فهد الباقر مستشار في اداره الاعمال، وايضا كل الشكر للاستاذه مها البغلي مؤسسه شركه سفيره المسؤوليه الاجتماعيه. هي فكره بمعنى كلمه فكره طبقت على أرض الواقع وامتدت لسنوات عدة إلى أن وصلنا إلى السنة السادسة على التوالي. ردود فعل جدا جميلة. وأبسط مثال، سألوا أي واحد شارك بالتاجر الصغير.